بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله 6/2/2022 استلام الدفعة الأولى من صكوك الإطعام المهداة من وزارة الأوقاف إلى وزارة التضامن الاجتماعي، ومعنا الأستاذة أمل عزوز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لاستلام هذه الكمية المقدرة بثلاث أطنان من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا. تفضل أستاذة أمل عزوز. طبعا بنشكر جدا وزارة الأوقاف وبنشكر جميع القائمين على العمل، وطبعا احنا بنتمنى ان شاء الله تكون بداية خير في العمل سويا، واكيد الأوقاف يعني ليها تجارب سابقة كتير في هذا المجال، ونتمنى ان شاء الله يكون الأسر الأكثر احتياجا وفعلا تستفيد من هذه القوافل والمساعدات الاجتماعية.